مرحبا يا ابو ضاي. اهلين معلم. انا غلطت بحقك، بدي اعتذر منك وبتمنى عليك انك تقبل اعتذاري. لا ما في داعي، صغيري معلم. الله محيي اصلك، هي اخلاق الزقرتاوي عن حقه حقيقي. شرواك بالخير. الزعيم هون؟ ليه جوا، تفضل. السلام عليكم زعيم. اهلين. اهلين بالزعيم. اهلا ابو فاضل. اهلين ابن العم. شو مثل مالك شايف، مصاري. منشان شو؟ مو انا اللي حرقت لك الفرن؟ مو انا لازم اتكفل بتصليحه؟ هدول اجرة تصليح الفرن. رجعون شكري، رجعون. قسما بالله العظيم اذا ما بتاخذهم يا زعيم لحتى ازعل منك او برجع ازعل. ها لا دخيلك، لا خلص قبلتهم قبلتهم. اليوم انت وفارس والعيله كلها معزومين عندي على الفطور، وامانه الله تجيبها معك للوالده يا زعيم. خليني اعتذر منها وحب على راسها. الله لا يوفقني على العمله اللي عملتها معها. شو بدي اعتذر منها؟ انو عمله عملتها معها؟ وقت اجت هي ومرتك لحتى يخطبوا لفارس، ما تذكرت القصة؟ ماني متذكر شيء. شو؟ أصيلة يا مرت عمي، ما قالت لك لحتى ما نعلق انا وياك مع بعض. الله يسامحك يا شكري، شو غلط بحق عالها. طيب احكي لي شو صار وقتها؟ اجت هي ومرتك لعنا مشان ياخذوا امي ويروحوا يخطبوا لفارس. قمت انا قلعتهم من على الباب. الله يصلحك ويهديك يا ابن الهم. تعرف ما جابت لي سيرتها؟ لأنها أصيلة. أصيلة وما بدها يصير دم بيناتنا. لك وسألتها وقتها، قلت لها مرت عمي أم شكري راحت معكم على بيت أبو جمال؟ قالت لي لا، راسها كان عم يجعها وما قدرت تروح. الله يلعن الشيطان. المهم ابن عمي، اليوم بتجيبها معك لحتى حب على راسها واستسمح منها. على راسي على راسي يا أبو فاضل. يلا السلام عليكم زعيم. الله معك. زعيم دير بالك من زكورها، ما أنا ناوي لك على خير بنوب، وكل القصص اللي أنا كنت عم اساويها هو كان وراي وهو اللي كان يوزني عليك، وهذا واحد ما أنه آدمي وغدار وابن حرام، دير بالك منه. ولا يهمك شكري، ما بيغبر على سرمايتك، ولد وعم بيلعب. صدق الله العظيم. يعقوب شو زعيم؟ هلا انت زكريا اللي بينادوا له زكور، بتعرفه؟ ها اللي كان رفيقه لشكري؟ ذاته. اشبو؟ اسمع، ما بدي غيب عن عينك ولا لحظة، وإذا شفته عم بيعمل له شيء دق ناقص واضطريت إنك تقتله على الخالص، اقتله. ماشي؟ ها؟ كعدنه مات يا زعيم، صغيري. روح. بدك شيء زعيم؟ خير؟ من وين بده يجي خير وابن عمك عم يعمل كل هالعملات بالحارة هي؟ ها؟ أني عملات. أي عملات؟ هلا ما بتعرف إنه عملات؟ مين اللي حرق دكانة أبو فهمي وحرق الفرن وبيت أبو راشد التقي اللي كنتوا عاملينه مدرسة أنت والمثقف المتعلم بالمدارس يا زين الفتال؟ أه؟ هذا اشتكى لك شيء يا سيد عزام؟ إلي؟ بس أنا مضطر دكة بالحبس يا شباب. قلت لي إلي؟ يعني ما حدا اشتكى؟ ليش مكتر غلبتك؟ لأني أنا المسؤول عن الأمن هون، وشهاد بخل بالأمن، لك هان؟ قوم قوم فز على حيلك، ما حدا سمح لك تقعد، قوم! بس يا زعيم قوم فز على حيلك، فز، ما حدا سمح لك تقعد، قوم! يا زعيم، أنت ليش هيك عم تحكي معي؟ أه؟ لأنك تماديت كثير لك حساب وصار لازم تنضب وتتربى بقى. بس يا زعيم أنا يعني طلع برا، شو؟ طلع! وثاني مرة إذا بدك تيجي لعندن مني بتخبرني قبل بساعة، لأني بجوز كون مو فاضي إني استقبلك. ورجيني عرض كتافك يلا. ايه فريق عرض كتافي، ايه فريق عرض كتافي، انا شو علي؟ ايه
يلا. اهلين امي. اهلين. ليش جاي بكير؟ لسه ما صار وقت الفطور. امي معزومين على بيت عمي اليوم. شكري اللي عزم. انا ما بروح لهنيك. امي ليش خبيت علي انه شكري قلعك انت وليله من باب بيتهم؟ وانت شلون عرفت؟ شكري قال لي. العزيمه عاملها اليوم خص نص مشان يعتذر منك. يعني كان بدك ياني اقول لك مشان تعلق انت وياه؟ يلا مشي حالا لسه هلا. بس الله يخلي لي اياكي لا بقى تخبي علي شيء. ماشي. كان جهزي حالك، انا رح شق على الفرن وبرجع انا وفارس. خلي ليلى ومريم كمان يجهزوا حالهم. وفاطمة؟ شو بقى فاطمة؟ يعني شو بدي اقول لهم اذا سالوا عنا؟ قولي لهم زي ربيت عمتها. اهلين وسهلين بالزعيم. شرف شرف زعيم. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. علينا وعليكم يا اهلا وسهلا. يا اهلين حبيبه قلبي، اشتقت لكم كثير. وين فاطمه؟ يا ستي ما انت عم ترندن عند عمتها ام عادي؟ مرت عمي انا بدي اطلب منك تسامحيني على الكلام اللي قلت لك اياه هذيك المره. إن شاء الله كان القص لساني ولا قلته يا مرت عمي. ولا يهمك يا شكري ولا يهمك. نحن أهل ومهما صار بنبقى أهل. الله يرضى عليك. يعني خلينا نروح نقعد هيك بس لكل واحد يعرف وين بيرقد. لك فهمنا فضحتنا. شو عالك يا حبيبي؟ بس شو رح تفضل يا جماعة؟ أنا ما بدي أهل أنت. يا ميت أهوي بارك. تفضل شكري. عمي ابو دياب في لي عند منا طلب. انت ما بتطلب عبود، انت بتأمر امر. تفضل الشاي. الله يسلم ايديك. انت شو رايك فيني؟ ولو لك عبود، هي بدها سؤال. كرامه للنبي مختار، جاوبني على قد سؤالي، انت شو رايك فيي؟ عليم الله انت زينة رجال الشام، وانا بحياتي ما شفت لا بمراجلك ولا بزكرتيتك. الله محيي اصلك مختار. مشان هيك أنا جاي لعندك بدي أطلب منك طلب، وبتمنى ما تردني خايب. أنت بتأمر عبود، اللي شو بدك؟ أنا بدي أطلب إيد المستورة بنتك على سنة الله ورسوله. شوف مختار، أنا بعرف إنه وضعي ما بيسمح لي إني أخطب وأتجوز، بس أنا زلمة مربى منيح، ما تعودت غير أدخل البيوت من أبوابها. وأنا بصراحة عيني وقعت على المستورة بنتك، صرت فكر فيها ليل نهار مشان ما يكون هذا التفكير حرام. جيت لعند منك وعم بخطبها رسمي. ليك مختار، أنا بعرف وبرجع بقلك أنا لا خرجي جواز ولا خطبة، وخصوصي إنه أنا بعيد عن أهلي وعن حارتي ومحكوم أعدام. لا تكمل عبود. يا عليم الله، لو فتلت الدنيا كلها ما رح لاقي لبنتي رجال مثلك. يعني موافق مختار؟ أنا موافق، بس لأخذ رأي البنت وبكرة برد لك خبر. إيه شو عليه مختار، حق واجب. مش كان المستورة وافقت إن شاء الله، هلأ منخليها خطبة، بس تبين الحقائق نحكي بجواز. اتكل على رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله يا ربي، وأخيراً خطبني. يا شام العز بيحلى.